نعم. فضيلة الشيخ، دخلت للمسجد والإمام قد فرغ من الصلاة وشرعت بالصلاة والإمام قد شرع؟ سلامت. أنت والإمام قد شرع في الصلاة؟ عفوا، فرغ من الصلاة، الإمام فرغ من الصلاة ودخلت المسجد أنا والإمام قد فرغ من الصلاة وشرعت أنا في الصلاة، وإذ بإثنان بعدي يدخلون في صلاة ثانية جماعة، فما الحكم بالنسبة للصلاة؟ هذا يقول إنه فاتس بالصلاة مع الجماعة، ولما شرع في الصلاة أتى رجلان يصليان جماعة، هل ينصرف من صلاته أو يتم صلاته؟ الجواب إن أتم صلاته فلا حرج عليه، وإن انصرف منها وابتدأ الصلاة من جديد مع الذين دخلا فلا حرج، لأن أجر الصلاة الأولى انتهى، يعني الصلاة الثانية الجماعة الثانية ما تنال 27 درجة، لكنه لا شك أن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاة وحده.